هذه المرة الثانية في تاريخنا التي يفرض علينا النظام التوسعي المغربي حمل السلاح للدفاع عن كرامة وسيادة الشعب الصحراوي. المرة الأولى كانت يوم 31 أكتوبر 1975، والمرة الثانية يوم 13 نوفمبر، يوم واحد قبل حلول اتفاقية مدريد المشكوكة. يعتدى علينا مرة أخرى ليفرض على الشعب الصحراوي أن يقاوم وأن يواصل مقاومة. هذه المرة ليست المقاومة السلمية رغم أن جربناها الكثير من الزمن. الآن المقاومة ستكون باللغة التي يعرفها المحتل، التي يعرفها المستعمر، التي يعرفها النظام التوسعي المغربي. إذن نحن نستنكر ونندد بهذا الاعتداء الجديد الذي قام به النظام التوسعي المغربي، ونحن في حرب وسنواصل كفاحنا إن شاء الله حتى يوم النصر. كل حال طبعا ستكون هناك تضحيات، هذا بدون شك. لم نكن نرغب في إراقة دماء، لا دماءنا ولا دماء الآخر، لكن فرضت علينا من طرف النظام التوسعي المغربي كما أسلفت للمرة الثانية في غضون 45 عام. يعني نظام متعجرف، نظام بني على العدوانية والتوسع، نظام تجاهل الشرعية الدولية، أداس على الشرعية الدولية، والآن عليه أن يدفع الثمن. هناك خسائر. المواطن المغربي بدأ يتكلم عن فقدان فلذات أكباده. هذه الحرب، الحرب أعلنها المغرب، الحرب أعلنها المغرب لأنه اخترق الاتفاقيات السلام، واخترق الاتفاقيات التي تربط الطرفين بالأمم المتحدة. إذن هو من أعلن الحرب، خطوته في إنجاز حزام جديد في أراضي محررة هو إعلان فعلي للحرب مهما قال، وهذا المجتمع الدولي على دراية به ويعرفه. الآن الموقف الأممي متذبذب، لحد الآن موقف متذبذب. كان من المفروض أن يدان المغرب على هذا التصرف، لأنه أشعل من جديد فتيل الحرب في المنطقة في شمال غرب إفريقيا. كان من المفروض على المجتمع الدولي أن يقوم بردة فعل تندد بالخطوة المغربية وتفرض على النظام المغربي الرجوع لجادة الصواب، لكن هناك تذبذب وسكوت. نحن نعول على من عولنا عليه في الماضي، ومن لم يقف معنا في الماضي من الصعب الآن أن تتغير مواقفه، خصوصا في البداية. مع الوقت ستتضح الأمور وستبدأ الدول تسترجع في مواقفها وتعود إلى الشرعية الدولية وإلى نصرة المظلوم، ونحن مظلوم. وأنتم تشاهدون يعني هم عيونكم يعني ردة فعل مواطن الصحراوي. الشعب الصحراوي استجاب عن بكرة أبيه، بل تجاوز المتوقع من طرف الآخر. أنتم تشاهدون المواطن الصحراوي، الشاب الصحراوي، المرأة الصحراوية، الشيخ الصحراوي يقول لبيك يا وطني، ومستعد للشهادة من أجل هذا الوطن الغالي. هذا ما تشاهدونه هو يعني أدنى حد منها. المقاتل الصحراوي معنوياته عالية جدا، لا يمكن أن تقاس. اليوم
لأنه شعر مرة أخرى بالظلم، شعر بالحقرة مرة ثانية في تاريخنا مع جيراننا المغاربة. المرة الثانية المواطن الصحراوي يحس بالظلم، يحس بالحقرة، ويحس بتقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل المسؤوليات. انتفاضة في الأراضي متواصلة، أنتم شاهدتم ربما هذه الليالي الماضية منذ ليلة 13 مساء الشباب يطارد قوات القمع المغربية في شوارع العيون والصمارة والداخلة وبقية القرى والمدن الصحراوية. فالردة الفعل الصحراوية ردة فعل شاملة، شملت كل تواجدات الصحراويين وستتواصل.